شباب الجيل يا وهج السنا، يا ابتسام الامل المرتقب، يا شباب الجيل يا وهج السنا، يا ابتسام الامل المرتقب. قد مضى عهد بغيض ذكره، فاعيد سيرة المجد الأبي. يا شباب يا شباب يا شباب الجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جيل التحرير. نتحدث اليوم عن مدرسة الإمام الجيلاني، منهاجها في التربية والإصلاح. مستضيفين معنا الأستاذ محمد نور حمدان، الباحث في مركز شامنا للدراسات والأبحاث وعضو المجلس الشرعي في محافظة حلب. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد نور. حياكم الله. لو تعطينا لمحة موسعة عن منهاج هذه المدرسة التي أقامها الإمام الجيلاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندما نتكلم عن مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني ودورها في إخراج جيل التحرير، لابد أن نتكلم عن مدارس إصلاحية كان لها دور كبير في إخراج أجيال للتحرير. فمثلا هذه تجربة نتكلم عنها، وهي تجربة الشيخ عبد القادر الجيلاني في مدرسته. تجربة أيضا الجيش الانكشاري في الدولة العثمانية، أيضا اتبعوا نفس هذا الأسلوب، وكان الجيش الانكشاري له دور كبير في تحرير البلاد. وكل هذه المناهج تأثرت منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة يعد جيلا من أجل التحرير. فبالعودة إلى جيل إلى مدرسة الغزالي ومنهج الغزالي في منهج الجيلاني، الجيلاني. نعم. الجيلاني في الإصلاح والتحرير، طبعا كان يتبع برنامجا مميزا في مدرسته. من أولا الإعداد الديني والثقافي من علوم الدين وما يتعلق بالعلوم الفروض الأساسية والأركان الأساسية والعلوم الثقافية أيضا، يعني إلى جانب الفكر الديني العلوم الدنيوية، يعني الطب والحساب وما إلى ذلك. نعم. أيضا الإعداد الروحي، كان يعد طلابه روحيا من خلال الأخلاق، من خلال التزكية، من خلال الآداب والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. أيضا الإعداد الاجتماعي، لم ينعزل في مدرسته عن باقي المجتمع، وإنما كان يعلم طلابه الانخراط في الحياة الاجتماعية، كيفية التضامن مع الحياة الاجتماعية. كيف كانت منهجيته بشكل مفصل أكثر؟ يعني نرى الآن عندنا مشكلة في المدارس الشرعية والثانويات الشرعية، الطالب يذهب إلى المدرسة ويعود، قد يعني ما يخطب أي خطبة أو ما يعطي أي درس علم لبين ما يتخرج. كيف استطاع أن يحل هذه المعضلة الإمام الجيلاني؟ حل هذه المعضلة من خلال الكثير من الآداب التي كان الطالب يدرسها، مثلا آداب الطالب مع المجتمع، آداب الطالب مع صديقه، آداب الطالب مع شيخه، آداب الطالب في حياته، في طعامه، في شرابه، في عمله. فكان مجموعة من الآداب التي يتلقاها الطالب في، وبعض الطلاب كانوا ينامون في تلك المدرسة. كانت علوم تطبيقية، يأخذ الطالب العلم ليطبقه في الواقع. نعم. ليس مجرد علم نظري يختزنه. من أهم ميزات مدرستي أنها جمعت بين العلم والعمل. أيضا من منهج الإمام الجيلاني في الإصلاح موضوع المواعظ والإرشاد في الحياة العامة، يعني لم يقتصر فقط على طلابه، وإنما كان له درسان في كل أسبوع. بداية كان يحضر درس الجيلاني 2 أو 3، ونهاية كان يحضر أكثر من 70,000 في مدرسته. وهي يعني حقيقة مغيبة عنه، يعني كما ذكرنا سابقا بأن هذا الإمام أو الإمام الغزالي مغيبون بالكامل. نعم. عن الساحة العلمية. عندما يعني ضاقت مدرسة الجيلاني بهذا العدد الكبير، التجأ إلى قرب بغداد من أجل الأعداد الكبيرة التي كانت تحضر عنده، حتى يقال أنه أكثر من 5,000 نصراني ويهودي أسلم على يدين الجيلاني. الله. يقال يعني أكثر من 100,000 شخص
الأشخاص كانوا يعني من قطاع الطرق ومن السارقين والنهابين البيوت أيضا تابوا على يدي الإمام الجيلاني. فعمله لم يكن مقتصرا فقط على طلاب العلم، إنما كان عملا لطلاب العلم وعملا أيضا على باقي فئات المجتمع في الإصلاح والتربية. من منهجه في المواعظ والإرشاد كان موضوع انتقاد العلماء وخلافاتهم المذهبية وانقساماتهم ووقوفهم عند أبواب الملوك. من منهجه أيضا انتقاد الحكام الظلمة، وقد بينا حوادث كيف استطاع الإمام الجيلاني الوقوف والتصدي للحكام الظلمة ونقد الحكام الظلمة وعزل بعض الولاة الذين كان لهم أثر سلبي على المجتمع. أيضا من منهج الإمام الجيلاني في الإصلاح هو انتقاد الأخلاق الاجتماعية كالرياء كالنفاق كالظلم، فكان معروفا في نقده لهذه الأخلاق الاجتماعية التي كانت سائدة في مجتمعه. إذن هو لنا أن نقول أيضا هنا مثلا يتهم كثير أيضا من طلاب العلم بأنك مثلا تقول هذا رجل طالب علم ولكن بنفس الوقت يعني ليس عنده أخلاق، عنده علم ولكن خالي من الأخلاق، فلنا نقول أنه جيش طلابه أيضا لزرع الأخلاق والتزكية في نفوس الناس من هذا يعني الإمام الجيلاني في ذلك الوقت يعني استطاع أن يجمع بين العلم النظري وهو علوم الفقه والمناظرات الفقهية والجدل الفقهي وبين العلم الأخلاق والتزكية، لذلك كان له مدرسة رائدة في علم التصوف. وفي ذلك الوقت أيضا كان بعض العلماء هم يحملون فقط العلوم النظرية دون العلوم التطبيقية، كما نرى معظم طلاب العلم اليوم يعني أسف. نعم يوجد نسبة يهتمون، كانوا ينظرون يعني بعضهم ينظر إلى هذا العلم من أجل التكسب، من أجل مصدر رزق، ينظرون إليه لأنه مصدر رزق يأخذون منه رزقهم أو يتقربون من العلماء والسلاطين. نعم أيضا من المنهج الغزالي في منهج الجيلاني في سبحان الله تذكر كثيرا الإمام الغزالي يعني والله أعلم بالبركة فيما بين الشخصين يعني تأثر نعم. كثيرا الجيلاني بالغزالي نعم. لذلك بسبب هذا التأثر نذكرهما كثيرا. أيضا منهج الجيلاني في الإصلاح الدعوة لإنصاف الفقراء والعامة، تذكر عندما تكلمنا عن الغزالي قلنا موضوع العدالة الاجتماعية أيضا سار على نفس النهج، الدعوة لإنصاف الفقراء والعامة. وأيضا المهم أيضا التصدي للتطرف الشيعي والحركات الباطنية هنا كما الغزالي. هل كان كما ذكرت هل كان لعمله دور كبير في إيقاف المد الشيعي الفاطمي أكثر من التربية أم التربية والتزكية أكثر؟ هذا ما نتعرف عليه بعد الفاصل. هنا هل لنا أن نقول أنه عمل على إيقاف المد الشيعي أو الفاطمي أكثر أم عمل على الإصلاح الذاتي من خلال تربية الطلاب وباقي فئات المجتمع؟ كما الغزالي تصدى للتطرف الشيعي والحركات الباطنية في ونقدهم في كتابه فضائح الباطنية، كان أيضا للجيلاني دور كبير في التصدي للتطرف الشيعي والحركات الباطنية، وتميزت مناقشته للتطرف الشيعي من خلال أمرين. الأمر الأول أنه اتبع أسلوبا موضوعيا، يعني ذكر ما لهم وما عليهم وبحجج واقعية موضوعية منطقية. هنا الإنسان كلما كان الإنسان يعني يتكلم بمنطق كلما كان له أثر أكثر في نفوس السامع. نعم. ومناقشته أيضا تدل على اطلاع واسع على هذه الفرق الباطنية وعلى الشيعة وعلى علومهم، يعني لم يكتفي فقط بنقدهم وإنما اطلع على علومهم. كما الغزالي اطلع على علومهم أيضا الجيلاني اطلع على علومهم وأدرك خطرهم وأدرك أهمية تقليص دورهم في ذلك الوقت. يعني الإمام الجيلاني كان له الأثر المباشر في إنهاء الدولة الفاطمية الشيعية في مصر، يعني مثلا هو تطبيق العملي لما بدأه الإمام الغزالي. نعم. يعني الإمام الجيلاني استعرض تاريخ الشيعة، استعرض عقائد الشيعة، فرق أيضا بين الجماعات المعتدلة، بيّن أن هناك يوجد جماعات معتدلة عند الشيعة وجماعات متطرفة. فمثلا من أقواله يقول، انظر اسمع إلى هذا القول المهم عن الشيعة. نعم. يقول: وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال،
وقالت الروافض لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي. هنا يقارب بين الشيعة وبين اليهود، فاثنان الطائف اليهود والشيعة يقولون لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج مسيح الدجال عند اليهود، وهنا حتى يخرج المهدي. ويقول أيضا وتؤخر اليهود صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الروافض يؤخرونها أيضا إلى الليل، واليهود يبغضون جبريل ويقولون عدونا من الملائكة جبريل، وكذلك صنف من الروافض يبغضون جبريل ويقولون أخطأ الوحي بالنزول إلى محمد، المفروض أن ينزل إلى علي. فلاحظ هنا أدرك الجيلاني خطر الروافض من الشيعة، وأدرك أهمية التصدي لهم، لم يكتفي فقط بالقول وإنما كان بالفعل. كيف كانت خطوته العملية في إيقاف هذا الملأ؟ خطوته العملية ظهرت عندما استطاع صلاح الدين، طبعا كان التأثير مباشر بين مدرسة الجيلاني الإصلاحية وبين صلاح الدين من خلال مستشارين. مستشارين صلاح الدين كانوا خريجي تلك المدارس، كان بن ينس ابن نجا الواعظ كان مستشار صلاح الدين السياسي والعسكري، ابن قدامة كان مستشار صلاح الدين أيضا، ابنه لعبد القادر الجيلاني كان نشط في الحركة الفكرية في البلاد الشامية. فعندما ذهب خريجي هذه المدارس إلى الجيل وانخرطوا في جيش صلاح الدين الأيوبي، ذهبوا إلى أين؟ ذهبوا إلى الدولة الفاطمية. نعم. عندما استطاعوا من القضاء على الدولة الفاطمية أيضا تحولوا إلى الشام، ومن أجل القضاء على الصليبيين وتطهير بلاد الشام من الصليبيين. هنا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة التصوف. يذكر بأنه كان يعني أحد أركان منهجه هو التصوف. هل التصوف في تلك الفترة هو نفس التصوف اللي عم نشوفه مثلا هلأ من التصوف الباطل، أو التصوف اللي كان موجود على بشكل خاطئ في تلك الفترة؟ الجيلاني كان مقبولا عند الجميع، يعني صحيح أنه كان حنبلي المذهب، لكنه كان بنفس الوقت يفتي للشافعية، كان صوفيا طريقة صوفية. أحيانا بعض الشيعة مما ورد أنه بعض الشيعة المعتدلة كانوا يسمعون للجيلاني، فكان الإمام الجيلاني محط مقبولية عند الجميع. لماذا؟ لأنه التزم منهجا وسطيا، منهجا معتدلا، منهجا منطقيا موضوعيا قائما على العلم، حارب الخصومات المذهبية. ماذا فعل في التصوف؟ عمل على إصلاح التصوف. كيف كان هذا الإصلاح؟ أصلح يعني حتى نستفيد منه في الواقع يعني. نعم، أصلح التصوف مما مر به من شوائب. ما قام أولا بتنقية التصوف من ما كان عليه من انحرافات في الفكر والممارسة، أيضا الحملة على المتطرفين من الصوفية، يعني لم يبين أن الصوفية فقط عبارة عن زهد وتقشف ورقع يلبسونها في ذلك. وهذا الشيء هو المعروف حاليا في وقت المعاصر يعني. نعم. يعني عندما حارب الانحرافات السلبية من التصوف، واجتهد على إخراج التصوف السني بعيدا عن هذه الشوائب. نعم. سؤال نختم به هذه الحلقة، كيف نستطيع أن نستفيد من الإمام الجيلاني في واقعنا؟ بداية لابد أن نقف عند هذه المدارس الإصلاحية، يعني أن يستفيد المصلحون من الجيلاني رحمه الله، أن يستفيد المصلحون من الغزالي رحمه الله، أن يستفيدوا من هذه المدارس الإصلاحية التي أثرت في جيل كامل، التي أخرجت جيل يحمل هم أمة، أخرجت جيلا يحمل مسؤولا هم المسلمين، هم الإسلام. لم تخرج جيلا يهتم بالمناصب، لم تخرج جيلا عند أبواب الحكام والأمراء، لم تخرج جيلا يهتم بالجدل الفقهي، كانوا أبعد ما يكون عن الجدل الفقهي. لذلك أيضا الموضوع أيضا الصبر، يعني الإمام الغزالي لم يشاهد نتائج عمله، الجيلاني توفي تقريبا عام 570 للهجرة. الموضوع يحتاج إلى صبر. نعم. هل زرعوا وقاموا بما عليه؟ نعم. هي المرحلة الأهم، مرحلة الإعداد والتخطيط، وهذه المرحلة تحتاج إلى إخلاص. نعم. المرحلة ابتعدوا فيها عن المكاسب، ابتعدوا فيها عن الأبواب الملوكي والأمراء، اهتموا وركزوا على جيل التحرير. نعم. نشكركم جزيل الشكر فضيلة الأستاذ محمد نور. شكرا لكم.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، شاكرين لكم حسن متابعتكم، دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب الجيل يا وهج السنة، يا ابتسام الأمل المرتقب، يا شباب الجيل يا وهج السنة، يا ابتسام الأمل المرتقب. قد مضى عهد بغيض ذكره، فأعيد سيرة المجد الأبي. يا شباب يا شباب يا شباب الجيل.